معايا. تسلم ايديك يا دكتور عمرو. طيب ماشي يا دكتور كريم. مهم بص يا باشا، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحاله دي عندنا فيها الاورطه، الاورطه اهو، الاورطه اهو. انا ماشي لما جيت هنا ده السوبر ميزنتريك ارتري، ده السوبر ميزنتريك فين، السوبر ميزنتريك ارتري. ممكن ما يكونش باين قوي عشان الجهاز، بس السوبر ميزنتريك ارتري. الاورطه لسه اوف افري سايز، عندي تو ليفت رايت رينال ارتريز طالعين اهو. ممكن نعمل زومنج شويه، ممكن دور از زومنج هير. ماشي دوره تو رايت رينال ارتريز طالعين، وده ليفت وان طالع. فبعد كده بدا يحصل اتساع في الاورطه، ده تحت الليفل اوف رينال، يبقى انفرا رينال اورتيك انوريزم. طلع كبر 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 كبر، كل ده انوريزم. الانوريزم بقى فيه ديسكتنج انوريزم وفي امبندنج رابتشر، عندي حتة هايبر كوبيك. تمام كل ده اورتيك انوريزم اهو. نشوفه ال اس كمان، ده ديسكشن طبعا فيه، وده ثرومبوز سيجمنت فيه، ودي ثرومبوز سيجمنت برضو انتيريور، وعندي ثرومبوز سيجمنت انتيريور وثرومبوز سيجمنت بوستيريور. تمام نزلنا 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 لغايه ما لقيته بدا يرجع للافرس سايز بتاعه. بصيت بعد كده على التو اليك رايت تو ليفت اليك، لقيته اوف افرس سايز، اوف افرس سايز رايت تو ليفت اليك. نزلت معاهم كده بصيت عليهم بصه سريعه. تمام طبعا ماسك الجازز هير. الناحيه الثانيه على الليفت سايد نفس القصه، ادي الليفت هنا. بعدين العيان قمت ماير بسوبرفيشال بروب ونزلت عند البوبليتيال، نزلت عند البوبليتيال بتاعه على الرايت سايد، على الرايت سايد لقيت البوبليتيال ارت از انوريزم هير، حصل فيها انوريزم. وبس الحمد لله الانوريزم ده كفرد باي ثرومبست، ثرومبست في الانتيريور بتاع، بس في انوريزم دايركتيشن هنا في البوبليتيال ارتري. ماشي خلاص.